بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. قبل ما نروح لماتش النهارده عايز اتكلم عن موضوع صغير كده، البعض يمكن يعني ايه بيمشي وراه شويه، والموضوع ده اتكرر قبل كده كتير، اتكرر قبل كده من 3 4 شهور، وبعد ال 3 4 شهور بعد ما اتكرر الموضوع ده احنا شفنا النتيجه ايه، اللي هو حته تصدير الاحباط للاعيبه وللجهاز الفني وللجمهور. عايزين يرجعونا تاني للي كان بيحصل من 3 4 شهور، فاكرين ولا افكركم؟ فاكرين لما كانوا بيصدروا الاحباط للناس كلها ان النادي الاهلي مش في افضل حالاته، والنادي الاهلي مش هياخد بطولات، والنادي الاهلي هيخسر افريقيا؟ وافكركم من امتى؟ من السيمي فاينل، من الدور قبل النهائي، مش في النهائي كمان، من الدور قبل النهائي بتاع افريقيا، لما قال لك احنا هنطلع من الوداد، وبعدين بعد ما كسبنا الوداد لا اصل احنا يعني كسبنا بالبخت كده وايه ومش هتكمله، والخصم هو اللي هياخد البطوله، وبرده حبوا ان هم يكسروا المقاديف. عارفين انتوا لما يقول لك ايه يا عم ده انتوا مش عارف كذا، ده انتوا مش قادرين، ده احنا قدكم 100 مره، ده احنا مش الاحباط ده الاحباط. ايه اللي حصل بعد كده؟ افكركم برضو، افكر حضراتكم باللي حصل بعد كده. اللي حصل بعد كده ان النادي الاهلي خد بطوله افريقيا، وخدها بالقضيه، ما خدهاش باي طريقه، خدها بالقضيه عشان تفضل معلمه. في بطولات كده تفضل معلمه عند الواحد، دي بطوله من ضمن البطولات اللي تفضل تعلم سنين كتير قوي، والتاريخ هيذكرها كتير قوي. ليه بننساق ورا الشائعات؟ انا عايز اعرف احنا ليه بننساق طالما الفرقه بسم الله ما شاء الله السنه اللي فاتت واخده كل البطولات، جينا على الكاس قال لك انتوا وصلتوا للكاس بالصدفه لحد سيمي فاينل، حد دور برضه قبل النهائي، وهتشوفوا ايه اللي هيحصل في النهائي. لعبنا منافس ما كانش اصلا مرشح، يعني الناس اللي كانوا بيقولوا كده، لعبنا احنا منافس ما كانش اصلا مرشح للنهائي، ومع ذلك كسبنا. عايز اقول حاجه كمان، يمكن ما كناش في احسن مستوياتنا بس كسبنا، ودي طبيعه النادي الاهلي. خلي بالكوا انا عايز اقول لكم حاجه، مش شرط الاداء الفني يكون عالي في النادي الاهلي عشان يكسب بطوله، ودي حاجه ما حدش يعرفها ولا حد هيحسها غير اللي راح لعب في النادي الاهلي واللعيبه اللي موجوده دلوقتي اللي بتلعب في النادي الاهلي، والاجيال اللي فاتت اللي لعبت في النادي الاهلي وطلعت من النادي الاهلي راحت حته ثانيه. هتعرف هتحسها لما تروح حته ثانيه، هتحس بالفرق. عندك روح، عندك اصرار، عندك قيم، عندك عزيمه، عندك مبادئ، كل الحاجات هي منظومه متكامله، هي اللي بتخلي المنظر كده حتى لو ما كناش في احسن حالاتنا الفنيه. فيعني اللي انا عايز اقوله لكم ان مش لازم ننساق ورا الشائعات. قبل الموضوع دوت بتاع كاس العالم للانديه، رحنا وقبل ما نروح برضو مصدرين الاحباط، انتوا هتلعبوا فرقه اول، ده انتوا من اول ماتش هتلعبوا على الخامس والسادس، انتوا ليه هتلعبوا الماتش الخامس والسادس؟ ليه هتلعبوا اول ماتش عشان انتوا خلاص كده هتلعبوا على الخامس والسادس على طول؟ ده الفرقه دي نار، والفرقه هتعمل كذا وتعمل كذا. كسبنا الماتش، قعدوا يقول لك ايه البايرن بقى، تعالوا بقى نشوف البايرن، يا لا ده البايرن هيديكم، ده ادى برشلونه 8، نعد بقى، وقعدوا يقول لك ايه كل واحد يتنبأ. الحمد لله قدرنا نقف على رجلينا، ما اديناش بصوره جيده، ولكن قدرنا نقف على رجلينا وخسرنا 2-0، وكان ممكن الماتش يطلع 1-0. خساره، انا عارف انها خساره، ولكن الشكل ما كانش وحش قوي، يعني الشكل معقول، كان ممكن نبقى احسن من كده، ولكن ظروف ماتش، انت بتلعب مع افضل فريق في العالم. وبعدين لما قال لك بقى بتلعبوا على الثالث والرابع، هتلعبوا على الثالث والرابع، ما انتوا هتاخدوا الرابع اكيد، ده انت بتلعب بطل امريكا الجنوبيه. لما كسبت بطل امريكا الجنوبيه وخدت البرونزيه قال لك هي دي الفرقه اللي انتوا كنتوا تلعبوها. يا جماعه لازم جمهور النادي الاهلي يبقى جمهور واعي. جمهور النادي الاهلي شفنا الفتره اللي فاتت دي كلها الاربع خمس شهور الاحباط اللي كانوا عايزين يدخلوه لجمهور النادي الاهلي ولجهاز النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ومع ذلك النادي الاهلي الحمد لله دي نعمه كبيره جدا. الانتماء للنادي الاهلي نعمه كبيره جدا، الحمد لله النادي الاهلي قدر يفرحنا السنه اللي فاتت، خد كل البطولات. السنه دي بداناها بالبرونزيه، برونزيه كاس العالم للانديه، ودي تعتبر بطوله، ده انجاز،
هيذكر في التاريخ. النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل مصر، خد الميداليه البرونزيه مرتين، وده النادي الافريقي الوحيد والمصري طبعا، لان احنا بس اللي بنروح. النادي الافريقي الوحيد اللي طلع على منصه التتويج مرتين. احنا بقى كنادي اهلي، مش عايز اتكلم انا على حد تاني، طول عمر النادي الاهلي بيبص بس لمكانه وعايز يبقى افضل وعايز يعلى، ملوش دعوه بالمنافسين خالص.